والله انا كان عندي مشاكل كتير قوي في ظهري، كان عندي مشاكل كتير قوي في الهيبس، كان عندي مشاكل تيبسات جامده، ويعني ما كنتش عارف امارس حياتي بشكل طبيعي بصراحه. كنت بحس ان الموضوع فعلا بيذلني من كتر ما انا موجوع. حسيت باختلاف كبير قوي لما بعد ما يعني ما ابتديت مع سوبر ويل. ما كنتش بقدر اقف في الملعب اكتر من مثلا من ساعتين ثلاثه. دلوقتي حاليا بقدر اقف في الملعب 5 أو 6 ساعات. واكشلي ابتديت العب تاني. يعني انا كنت برضو بلعب تنس في المنتخب، وكنت بلعب على بروفيشنال ليفل بصراحه. يعني نظام سوبر ويل من نظام فيري فيري اكيوريت، يعني فعلا دقيق جدا. بنشتغل دايما على المشكله من اولها لاخرها. يعني انا كان زي ما قلت قبل كده كان عندي مشاكل كتير قوي في ظهري، فكنت بدات اشتغل حتى على الرقبه وعلى ظهري وعلى كل المشاكل من الصغير للكبير اللي انا كنت فعلا محتاج اشتغل عليه. فعمري ما شفت يعني سيستم احسن من السيستم دوت، يقدر يعني يشتغل بجد على كل المشاكل اللي عندك من الالف للياء. مبسوط جدا بصراحه بعد استخدام السيستم، لان انا حاسس ان انا بجد ابتديت ارجع ابقى بني ادم طبيعي تاني، وصحيا ونفسيا بقيت احسن بكتير.